احكي اخر شغله بعدين بجاوبك على سؤالك. احنا حكينا هون السيستم حتى يكون فولي ستيت كنترولبل لازم الرانك تبع الماتريكس الكنترولبيليتي ماتريكس ام تكون ان مش هيك؟ لا تكون واذا كانت ان معناها هو فول ستيت كنترولبل. كاني عمالي بقول لانه فول ستيت كنترولبل لان الرانك تبعته ان بقدر اتحكم بكل ستيتس فولي، فبقدر الان اوصل السيستم للستيت اللي بدي اياها في اللحظه اللي بدي اياها، فهو فول ستيت كنترول. حتى اجاوبك على سؤالك، صحيح يمكن في اختلاف بين الشغلتين. هلا ليش انا بدي احط البولز في اماكن معينه؟ هذا سؤال مهم مش هيك؟ احنا عمال نقول احنا عملنا بول بليسمنت، حركنا البولز من مكان لمكان. انا اسالك السؤال، ايش اسمك؟ امجد. اسالك امجد، لو اجينا اطلعنا على هذا السيستم، هاي السيستم له تو بولز، انا مش عاجبيني هذول البولز مكانهم، ليش ممكن يكون انا البولز هذول مش عاجبني مكانهم؟ ممكن يصير ستيبل بعد ما بحقق. لا هلا هيك ضل، هلا مكانه، هلا مكانه ما تحركوش، هيك هو ستيبل بوضعه الحالي ستيبل مضبوط. ايش مشكلته؟ ما بحقق اليوزر ريكويرمنتس اللي انت بدك اياها. هذا لو حسبته هلا، لو حسبت له رح تلاقي فيه له حتى هذا السيستم ايش هو؟ هذا اوفر دام مش هيك؟ فاصلا فيش له اوفر شوت، واحتمال كبير الرايز تايم يكون تبعه سيء مش هيك؟ لانه لو عم اجينا اعطيناه هلا سنجل اعطيناه ستيب انبوت رح يعمل إشي زي هيك مش هيك؟ ويمكن تيجي تقول لي والله انا هذا السيستم مش مبسوط منه لانه انا بدي رايز تايم يكون قيمته هالقد. شوف الرايز تايم من 10% ل 90% اخذني 4 ثواني وانا بدي اياه يكون ثانيه. يعني ما بكفي الفول ستيت، لازم تمام، لكن شرط حتى اعمل بول بليسمنت يكون فول ستيت كنترول. اوكي، لكن هو فول ستيت. هلا فول ستيت كنترولابيلتي زي ما انت سالت، انسى هذا الوضع اللي هون. يمكن جيت قلت لك انا حابب ستيتس اوصلهم للقيمه هاي خلال فتره 4 ثواني، بتقول لي اه السيستم فول ستيت كنترولبل وبقدر اوصله، بقدر الاقي انبوت يوصلهم لهي ستيت. كيف وصلوا للستيت هاي والترانزنت ريسبونس هذا صار له علاقه بالبول بليسمنت. بس انت لانه السيستم عندك فول ستيت كنترولبل قدرت توصل الستيتس اللي هم هيهم هدول، توصلهم للقيمه اللي انت بدك اياها خلال فتره زمنيه محدده. اوكي ماشي، واضح الكل فاهم هاي؟ اذا